البوتوم اوف ذا بيراميد هو الفلسفه بتاع ازاي نستدعي الطاقات بتاع 60 70% من المجتمع اللي ناس كتيره بتشوفه انه غير قادر. ايه اللي ممكن يتعمل للجماهير الغفيره دي انها تنقل حياتهم؟ في نقل حياتهم دي نقل للبلد ونقل للمجتمعات، الحقيقه نقل كبير. فانا حقيقه معجب جدا جدا بالمؤتمر والدور اللي بيلعبه، وبتطلع لتوسيع الفكره بتاعه البوتوم اوف ذا بيراميد اللي هي قاعده الهرم، وازاي نقدر نستعملها عشان نستدعي هذه الطاقات وبما يعود على البلد الحقيقه بتنميه حقيقيه. لان تخيلي حيك الجي دي بي الامباكت بتاعه ايه، الناتج المحلي، لما نقدر نستدعي الطاقات دي وناخد ننقلها انها تبقى اكثر انتاجيه واكثر كونتريبيوشن للمجتمع.